قبل كم يوم كتبت في برنامج إكس رسالة استغراب عن عدم ترشح الشخصيتين أبو صامل وأم صامل في جوائز جوي أوردز، أو على الأقل أحد هذه الشخصيتين، كونها كانت حديث الشارع الخليجي والعربي. وتفاجأت يا حبايبي بهجوم كبير من فانز بعض الزميلات، وبصراحة ما أعرف سبب هذا الهجوم وليش، لكن أنا أعتقد أنه بسبب جهلهم والنقص اللي فيهم وفي عقولهم. بس بعطيهم معلومة، أنا صار لي 16 سنة في هذا المجال، عمري ما حاربت أحد سواء كان نجم أو كومبارس، بالعكس أرحب بالشخص اللي يضيف للعمل، لأن الجمهور يستاهل أنه يشوف شيء حلو على الشاشة. وصلت؟ ديجي درع. للأسف يعملون لي النهار على تعطيل أعمالي وتشويه السمعة ومحاولة إبعادي عن المشهد بشتى الطرق، ماني عارفة وش السبب، بس ممكن لأني دخلت عالم الإنتاج. ممكن أحب أقول لهم تراكم مكشوفين وعلومكم توصلني، فابعدوا عن طريقي أحسن للجميع، لأن عيب، والله عيب. في النهاية حبايبي، وبعيدا عن الترشيح، جوي أوردز جائزة لكل السعوديين، كون إن بلادنا تحتضن وترعى هذا الكرنفال. شكرا سمو سيدي خادم الحرمين. المقصود في رسالتي هم أشخاص بعيدين كل البعد عن الترشيح، عشان تكونون بالصورة وما حد شريفين الملك سلمان. شكرا سمو سيدي عراب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على ما تقدمونه من جهود لكافة المجالات. شكرا. أحب أقول لهم تراكم مكشوفين وعلومكم توصلني، فابعدوا عن طريقي أحسن للجميع.